الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وكل عيد كيبدا عندي الروتين انا في الليل ضروري هكا مسيمنات واحد مسكوته اولا كيكه. قلت البنات قلت لكم ما غنديرش الحلوى ولكن ما قدرتش، راه اللي فيه في اللي فيا فيا عندي الحلوى عندي كلشي. ودهنا درت جوج شكيله، درت هذه ديال اللوز بغاها راجلي، وانا درت هذه ديال عين بقره كتحمقني، جات درتها في بلاصه ريش بونط. الا درت ريش بونط كنديرش هذه وصافي. ودرت كيكه ضروري هادشي كنديرو في الليل، كنغطي كلشي، كيبقى لي الصباح غير نسخن المسيمنات. هانتوما كيفاش جات الكيكه طالعه تبارك الله، حلوه اللوز هي كانت عندي حطيت منه ومازال كيبقى لي غير نسخن المسيمنات ونعمر بريل ديال اتاي، كنحط شويه الفاكهه هادشي كله وجدته في الليل وغطيته. الصباح كما كنبقاش حاصله مع الفطور، وكنضرب البنات واحد السيقه فاعله تاركه للدار. واخا عيد كبير زعما فيه الروينه ضروري نصبح على دار اللي هي نقيه. واخا الصراحه كان شنقول لكم ظهري كيضرني رجلي كيضروني، ما كنبرد وما كي ما كي يعني ما كيعجبني حالي حتى كندير هذا الروتين كامل. وكنكون البنات موجوده في الليل هكا شنو غنلبس، وكنوجد حتى الماكياج ديالي باش ما نعكزش الصباح. ضروري غير وقيته ديال الفطور هكا نلبسوا شي حاجه بلديه ناخذوا بها التصويرات ونجلسوا بها حنايا في الفطور، وديك الساعه من بعد عاد كنلبسوا شي حاجه اللي كتكون خفيفه، شي قنديره اللي خفيفه بيجامه ولا هذوك قشيشيبات اللي تيكونوا خفاف اللي واخا نوسخوهم ماشي مشكل، ولكن في الصباح كيعجبني نلبس شي حاجه هكا بلديه ونصور بها ونبان بها انا شويه. عاد ندوز للشقه. صباح الخير، كي دايرين لاباس عليكم؟ عيد مبارك سعيد بصحه وسلامه ان شاء الله. وباش ما تمنيتو اللي كيتمنى شي حاجه يا ربي تحققها لي، واللي عنده والدي الله يخليهم لي ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم الاجواء الصباحيه ديال عيد الاضحى المبارك. المهم الاجواء ديالنا كيفاش غيدوزو. صافي عيد مبارك سعيد، صحه وسلامه ان شاء الله. قولوا عيد مبارك سعيد. مبارك عيدكم. شكرا. عيد مبارك سعيد. نتايا اجي هنا كيبغي يتصور عيسى. كدير بس عيد مبارك سعيد. كل يوم عيد مبارك سعيد. مبارك سعيد. باقي واحد ما لبس حوايجو غير انا. المهم حطينا فطورنا دابا غنفطر ان شاء الله ونرجع لكم. صافي البنات وجدت الطبيله ديال الفطور كيف ما وريتكم اللقطات البارح في الليل، وجدت كلشي جاتني ساهله، عمرت غير اتاي وسخنت المسمن. دابا غنشارك معكم اللبسه اللي لبست وصافي غنمشيو نبداو نهارنا. راكم عارفين كنا نجلسوا غير شويه في العيد كبير في الفطور كنعقلوا عليه، ومن بعد كنوضوا جري 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 يعني غنبدل هذا الشيء. قلت نشاركه معكم قبل ما نبدلها. لبست هذه القنيديره هكا خفيفه، درت لها هذا الحزام حيت غير جاتني شويه طويله، درت لها الصنيديله حتى هي جات معاها هي وقت الفطور وصافي. عارفين دابا غنمشي باش قلت زعما نوريها لكم قبل ما نبدلها. لبست البيجامه ونطلعوا للسطح. هذه الفطور ديالنا مسيمنات وجدته البارح، هذه الغريبه وهذه ضروري كتعجبني، والكيكه كي جات الكيكه زوينه. شفت بغا ما دقتيها ندير لي خاطري زوينه زوينه. والكاطو هنايا وبريريت ديال اتاي، صحه وراحه. ودابا طلعنا للسطح، اجواء الذبيحه في السطح، اجواء الذبيحه. المهم شكون اللي كتخاف شكون اللي ما كتخافش. غنصور لي مدبيح حيت عبدو كيبغي يصور وصافي نعاود نتلاقى معاكم مسكين. المهم صافي نزلت من السطح، عبدو كيبغي يصور هكا فيديو صورتوني وصافي حضرت الذبيحه دات كلشي بخير وعلى خير. اول حاجه غندير العجينه كيف ما قلت لكم، بحال ملي صوبت الحلوه وجدت كلشي كان وجدت حتى الخبز هكا بان كومبلي مع الفرش مع كلشي الملحه الخميره وداكشي. دابا غندير ماء في عجانه والماء كنبدا بهم الاولين باش يجيوني نيشان، وغنجمع الطبله هي باقا عندي هنايا. ما فطروش ما كلاوش بزاف، مع كيقدروش يفطروا نقبوا غير شي حاجه شي حاجه. هذه كاع ما حليتها، صوبت فيها هكا شويه الفاكهه ما حليتها حتى شويه ونعطيها لهم. ايوا صافي غنمشي نشوف دابا كيبقى صوني 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 اللي طالع لي نازل اللي طالع لي نازل. غيكون دابا امين هذا. وي امين شنو بغيتي؟ غنخلي الباب محلول. صافي خلي الباب محلول، اليكس ديت عليه بيت النعاس. دو صافي انتما تعيشوا معايا الاجواء. قولوا لي انتما كي دوزتوا عيدكم كي صبحتوا بعدا؟ قولوا لي هضرت معكم زربانه حيت يلا فطرنا تصورنا خدينا التصويرات كنت لابسه وداكشي تصورنا مجموعين وفطرنا وجلسنا واحد شويه. صافي انتما عارفين كنربحوا غير ديك الوقيته ديال الفطور، من بعد صافي جري 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 جري. دابا غندير الخبز هو الاول وغندير خضيره باش هكا مابقاوش ناكلوا غير اللحم اللحم اللحم.
على ما يصوبوا هما دابا نخليهم تيسلخوا داكشي ما كنحضرش انا كنطلعش نعاونهم حيت كاين معايا عصام خويا وعبدو صافي غيدبحوا وفي الاخر يعطوني داكشي نصوبوا وانا كنبقى دابا في الدار هذه المرحله ديال هذه بلاصتي اختي بلاصتي هنا يلا الناس خليكم معايا ايوا قولوا لي انتما اش كديروا فطوركم في العيد كاين اللي كيدير شنو سميتها السنيده ما عرفتش سميتها العصيده اه كاين اللي كيدير العصيده حنا انا درتها العيد الصغير هذا العيد ما درتهاش شكون يعني خلي الباب محلول انا طلعت لكم كل شيء المهم خلي باب محلول شوف شوف كي كان يسكال شكلها منا يا مرطبه امي كريس كيكا طبقت العجينه هي الاولى صافي وانا غنغطي هاد الكيكه وشي حلوه كاع ما تكال صراحه غير كنديروها في قبلاصه مثلا انا كليتها دغري باش زوينه كي نوريكم صوصه للزبيره واخا البارح بقيت مقصره وسهرانه ولكن اليوم كنشقى غير في الصباح صافي الصباح كنجمع فيه ثاني كلشي وكنتهنى في العشيه كندوش مورا الغدا وكنجلس نرتاح شويه عاد ساكي برك الحال كنمشي نشوف نشوفوا العائله ونشوفوا الحباب والصحاب نشوفوا اللي قدينا عليه انا رجعت لكم البنات المهم صوبت خضيره في الفران هاد البلاطو درت فيهم غير الزيتون كورنيشو شويه البصله شويه الربيع في دارنا كنا كندير غير البصله الربيع كنحطوها اللي بغا يديرها هكا مع الساندويتش ولا مع البنفاف المهم صافي بقات عندي ديك العاده تكون الناس كيعجبها العيد الكبير انا كنحمق يعني كاع العيد كيعجبوني كان العيد الكبير بالضبط كيعجبني بزاف حيت كنعقل ملي كانت جدتي مسكينه الله يرحمها مولات بابا كانت حنا البنات صغار كلهم كلشي منا الحنه الزيوفه ديال الحنه السواك وداكشي كلنا باقيين صغار ما تنعرفوش كنحمق على داكشي كنبغيو غير فوقاش يجي كلشينا بالريمات صغيورين هادوك التواجنات صغيورين دوك البويملات هما الطناجرات صغيورين كتفرحنا بهم كيعجبنا الحال داكشي علاش دابا حنا الدراري خصنا كنمشيو لهم هكا كيعجبهم الحال كيطلعوا هما عندهم التقاليد والعادات والدين ديالنا كيطلعوا متشبتينين من الصغر المهم انا كندير درت البيزا درتهم غير صغار بحال هكا بقى ما نرسم شويه كنديرها شويه خفيفه هذه ديال العيد درت فيها معلقه ديال الزيت بلديه درت شويه نيدو باش يجينا داك الخبز يجيني شويه طب وزوين ما كنلولبش في الطحين كندير لها بحال هكا عاد كنحطها في الطحين باش ما تجينيش فيها القشره قاصحه المهم حديث المغزل ماما عيطت ليها قلت ليها صباح الخير مبروك العيد داكشي وباقا ما هضرش معاها مزيان حتى كنحيد عليا العجينه ونحيد عليا الخضره على باش ملي نسالي كيهبطوا ليا الدواره وداكشي لقاوني انا بعدا حيدت عليا جوج حاجات عاد نجلس ديك الساعه نهضر معاها نهضر مع بابا مع خوتي نعيط لخالاتي حتى هما صحاباتي كنصيفط ليهم غير ميساجات ولا اوديو تعرفوا دابا كلشي كيكون ما مساليش ما نحسن معاهم صافي هما خبيزات المهم ساليت العجينه ساليت خضيره نجلس نرتاح شويه بما هبطوا ليا الدواره وداكشي صافي هي اللي عندي فيها الخدمه اما الشيء الاخر صافي عبدو كيتكلف بيه كيسيق الفوق كلشي صراحه ملي كيكون راجل هكا كيعاون ولا انا صافي دارنا كان بابا كيدير كلشي كيعطينا حنا غير الدواره صافي وهو كيتكلف داكشي كامل ونهار ثاني كيفصل كيقاد كيدير في الميكات كيدير كلشي ملي كيكون العوين كدوز نهار زوين ولكن ملي الا ما كانش العوين يدو حتى كتكون قضيه شويه صعيبه ايوا صافي خالتي نزل عبدو شويه ونشدو فيه نقول ليه فلوس العيد نشوفو واش غيعطيني داك النهار خدمت معاه قلت ليه راه ضروري خصك تخلصني ما نسيتش الفيديو تخلصني ما عطاني والو قال لي صافي نجمعهم لك دابا نقول ليه عطيني فلوس العيد نشوف المهم ندير ليه شويه القوالب وداكشي يا سي الدراري مساكن كيعجبهم هذا الشيء زعما فلوس العيد هكا ماشي عيب زعما شي حاجه زوينه هكا باش يبقاو يتسناو في داك العيد امتى يجي يلبسوا حوايجهم ولا ياخذوا فلوس العيد واخا شي حاجه بسيطه هما بالنسبه ليهم شي حاجه كثيره بحال دابا امي عطيتو يخزنهم حتى يشري بهم شي حاجه يعني ما خليش هكا يخرج الزنقه ويخسرها كيمشي الا يعني مشينا شي بلاصه وبغى شي حاجه كيشريها كيبقى يجمعهم ياك شحال تشري بها انا عارف اش ما عارف قول لي السر ديالك سر المهنه امير سر المهنه كيعجبك العيد بزاف ولا شويه بزاف علاش كيعجبك
حيت فيه فلوس العيد. قالك فيه فلوس بزاف. باقي باباك ما عطاكش؟ مازال. شكون كيعطيك غير باباك وميما ياك؟ كيقول باباك ما تاخذ مع حتى شي واحد وانا بطبيعة الحال انا الاولى. بعروب بابا بعروب وميمة يوسف جدك يوسف صافي كيقول لك ما تاخذش مع شي واحد اخر غير حنا جدك حبيبك ماماك صافي بيبعثوا ماشي مشكل ماشي مشكل تاو وليتي في 10 الناس يعطيو 10 درهم غيدبر على 10000 فرانك. المهم البنات انا نتسناهم حتى يجيبوا لي داكشي ونكمل معكم حتى هي الاجواء. يغسلت البيجامه شحال مبرده مبرده قبيله الزاز زعما ولا كلاس ولكن داكشي ما دايمش مع عيد الكبير. هذه الصح المعقول. كي دايره مبروك العيد سعيدي سعودي ان شاء الله فقتو ولا باقي ناسين ايوا مبروك عيدك بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله كيصبحتو مزيان دير ماما دير بابا عادين شي بخير باقي ما ذبحتوش ايوا مزيان سوني ترى بابا ما كي ما عندوش الريج وماما ما كتجاوبش ماما كتهضر ايوا صافي ايوا صافي وكي صبحتي انت دويتي مع ماماك نقول لها مبروك العيد دابا شويه نصوني عليها فيني ماما حداك ديتي فيا هادشي اللي كنت كندير هاد الايام كله اليوم اليوم خرجتيها مني اي لما كنت مكرطاك ما كتعجبنيش انا ضروري تكون مكرطه بويضه بحال الجبن صحيح في الخدمه شويه هي اللي كتشد شويه الايد صافي ساليتي ما عندي ما يتسالك صافي رياض رياض لا ملي كتكون سخونه ما كتعذبش بزاف هذاك الصحه شميتي ريحه الخبز سخون شميتي ريحه الخبز سخون دابا بقات الخدمه ديالك كذبه كذبه الصباح وانا خدام ايوا دوش اليوم انا نرتاح شويه بالصحه والراحه ايوا يعطيك صحتك يلا الله يعطيك الصحه صافي ساليت المهمه الصعبه صوبت الدوار صوبت كل شيء هزيتها هنا تتقطر ودابا صافي نحيد ندير الجافيل هنا باش هكا نحيدوا الريحه ديال الدوار وصافي وعبدو راه شاعل فاخر كي وجد لينا الشوايه المهم هكا كنتعاونوا كل واحد عنده شنو غيدير كل واحد عنده المهمه ديالو تبقى لي انا غير الراس اللي كيجيني شويه ياك كنشوف شي واحد شويه خرجوا الدراري في الزنقه لا ها تخرجوا الدراري عبدو صافي تهنا بقا مقابلو لا خرجو الدراري حسن صافي انا الدواري كتجيني شويه فيها كتشد الايد شويه فيها الخدمه ولكن ماشي مشكل اباغ سا صافي شي لاخر كلشي كنقدو عليه ولكن هي كتشد شويه الوقت شي لاخر ماشي مشكل كلشي حلو ساهل كنجيو تقريبا قد دابا هو ملي غيصاوب الشوايه نمشيو نتغداو ونجلسو شويه الخبز راه صافي جبدتو من الفران صاوبت داك الشلاطات ملي غنتغداو غيبقى لي غير التسيقه والراس وقت اللي جابو تا هو نغسلو هكا ونكردو صافي نصور لكم غير لقطات راكم عارفين كتسالي واش ملي تفيقو نتي جبد 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 اي ملي كتفكر راك كتشوف راسي غبرت كنقول بلي ما زدتش لا قاطع ودابا نوبتي انا اللي غنصاوبو الفهد نقطع شي مات هكا كون وقفت وقتي على اجواء يا سلام يحمقوني عند هاد الاجواء كل واحد كيدير حاجه شي بقرة هادي واحد جيراننا ذبحو تا هما تبارك الله بقرة وهادو شي وحدين لتحت صافي دابا غندلو ليك يا سمعو
ايوا كيدوزو نتوما عيدكم؟ شنو كديروا شنو ما كديروش في العشيه؟ باش شنو كطيبوا؟ انا ما كنطيب والو في العشيه في دارنا. كيديروا الدواره ولا التقليه. انا لا ما كندير والو صافي في العشيه صافي. كناكلوا لي فخوي ولا كناكل الا جات كبيده هكا عبدو بغاها كياكلها. انا صافي غير في الغدا كنتغدى مزيان في الليل صافي. كيما قلت لك ناكلوا شويه فواكه وصافي. نتوما شنو كديروا؟ حنا شحال دي في دارنا كنديروا حتى كانت كدير ماما الدواره وبابا كان كيدير حتى الكسف كيحط عليها الكسف كيقول لها ديريه للدراري فوري ليهم. كنا كناكلوا والله دابا ماقدرش مابقاوش نقدو نسمي الجوج داكشي ما بقيتش متبعه انا في السيستم حيت اللحم خصو يرتاح كوم خصو يبات بعدا عاد يتقطع. انا بابا مسكين كان كلشي في خطره. كنديروا الدوار كناكلوها في العشيه ماشي في الليل كنتعشاوش بها. وكنديروا الكسف حتى هو كاين العشاء وكيحيد الراس كيقول لماما فوري في الليل الصباح نفطروا به هو المخ. المهم الربع ديال حولي كيمشي نهار العيد دابا لا مابقينيش نقدروا على داكشي حتى هما مساكن مابقاوش كيقدروا. ماما كدير الحريره ثاني صباح العيد حنايا لا حيت انا عبدو ما تيبغيش بزاف ولكن ملي كنمشي عندها انا كنشربها دائما مسكره كتخلي لي حقي من التقليه ولا الدواره ومن الحريره. ايوا هادشي اللي كاين يا اختي حديث المغزل. انا كنستفهم وكنهضر معاكم لا ماكرهتكم هكا ماكرهتش البنات يكون بحال شي لايف هكا كنهضروا مع بعضياتنا نبقاو نديروا مواضيع غير هو اللايف بغيت بحال هكا بحال شكل ابي فيديو يعني يكونوا كنشوفوكم كتشوفوني وهنا كنستافدوا من بعضياتنا بزاف نجبدوا هكا شي موضوع اللي عنده شي مشكل نحاولوا زعما نلقاو معاه حلول. تعرفوا قال لك اللي فاتك بليله فاتك بحيله والله شيش كنصا نهضر بوحدي كنت وين نسمعاكم يا اختي ما نطولش عليكم خليوني نصوب الفاف نخليكم حتى ما تقضيوش غيركم هاد الفيديو شوفوا تاع الليل سندلش شويه ان شاء الله ونمونطي لكم. اش كدير عبدو؟ اصلا الشرميله ديال البولفاف هادي خدمتك دابا؟ هادي خدمتي دابا. لا عطيك الصحه فيك الجديد هادشي شوف الشحمه تبارك الله ها شحمت حوالينا البنات جداتي الله يرحمها مسكينه كنت هاد لي ديطاي عندها مهمين الشرميله ديالنا حنا راه بوحدها هاكي عارفه دابا انت كنتي كتسخر لها وداكشي كتعطيها بقيت كتبقى عاقل على الشرموله شنو كدير عايش معاها هذا اللي انا وال نزلنا شوف خمسه هكا بالفاف خاصني تصورني تعاونت انا شحال صوبت له وانت اللي صوبتي انا شنو نصور يلا بديت ولكن انت كنتي كتعمر انا كنلفهم زوين بحال هادشي يا سلام جاتو انا هادشي كيعجبني. وهذه هي الطويله ديالنا ديال نهار العيد خبيز سخون شويه خضيره باش ما ناكلوش غير الكبده وصافي. وهو بولفاف وجد الله يعطيك الصحه عبدو هذا القلب اللي درتي هنا تا هو شرمو تيجي زوين طيحة تا هو دا قطعتي رقيق كيجي زوين ولا كيتكال ضروري من المناضة يا خويا مات ميمكنش حتى صاحبتي الواحدة درت فيديو قالت ليهم ميمكنش موضة قالت لي انا راجل دائما ما كنقول ليه ما تبقاش تاخذها تا كنصدق نشرب انا وياه لا لا انا هو بالرد ديالي انت ديالي هانت انت حنان ها بالرد ديالي انا يلا بالصحة والراحة مرحبا بك عصام مرحبا بك اخويا لا عصام من عندك عندك يدي هذاك يدي لا انا خدمت ماما هذيك صغيره ديال امير انت صغيره شهيكم كلشي الحمد لله كلشي دابا
الوقت الاول. ماما شوفي فين طيرتي. ماما الوقت الثاني. ماما شوفي فين طيرتي اللحمه. طيرتي اللحمه. كلها كلها بزاف عامه. كامون باش يتهضم. الله الخضره نسيناها. كل الخضره. كل الخضره. نسيت شنو هذا. بسم الله. ايوا اشهد ان لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله. تغدينا جمعت الماء عند تصف لا ماشين عاوتاني مسحت هاد البلاصه كلها صافي درت جافيل فينيت كلشي داك الدواره درتها في الثلاجه في الكونجيلاتور شعلت الماكينه بقيت كنمشي عارف درت فيها الصابون. المهم غسلت اليوم هذاك الحوايج ديال الحوايج اللي ذبحوا فيهم وداكشي صبنتهم اليوم في الحمام فركتهم شتفت عليهم مزيان وحيت ليهم داكشي ودرت لهم دابا درت ليهم ثاني الخل وعاودتهم في لا ماشين مسحت هادشي كامل ضربتها بواحد الصيقه. المهم رجعت كل حاجه بلاصتها عاد ارتاحيت مسحت كلشي الطبلات هي مسحتها هنا خليت غير اللي في خوي داكشي خليتهم تما ضربتها بواحد الصيقه واحد اللحاشه من الباق كندير لكم دوره خليتها تما تبقى بارده وصافي غنمشيو نرتاحو دابا. كيبان شطو عبدو كان متكي هنايا صافي غنرتاح غنمشي ندوش هو الاول حطيت داك البنات هادشي هنا اللي بغا كينقب شي حاجه ولا الكوتي كلشي مغطي غير الفاكهه اللي كان كياخذ منها عبدو وصافي غنمشي ندوش ونقي الدفارش كي ولا وحشاكم مع الراس حكيت الراس فركتو راكم عارفين داك الحموم وداكشي شوف وجهيت يد. المهم غنمشي نقي ضفيراتي وندوش ونرتاح شويه وعاد نرجع لكم. ياك تنتوما كديرو هادشي بعدا كتشعكو بحال هكا اتهبط الحاويه